القمر عامل ايه؟ اوعى ايدك من علي ولا تلمسني، انت متحرم علي حرمانيه الاب والاخ. ليه كده بس يا بنت الحلال؟ كده يا اخوي انت ما تلمسنيش خالص، روح لحفيظه بتاعتك، روح لحفيظه اللي قاعده في قلبك يا اخويا ومستربعه، وشاطر بس تقعد تقول لي مفيش في القلب الا فاطمه بطي فاطمه بطي. طب ما هي دي الحقيقه، هبص كده اهو من غير كلام اهو، ده انت اللي ليا والحته الجوانيه. طب قولي بس انت عايزه ايه واني انفذهولك في التو والحال. دار لوحدي. لوحدك ايه؟ لا ابقاني معاكي. ايوه ما انت هتبقى معايا عشان نستريح من الغم ده. ايوه صحيح، ونبقى براحتنا انا وانت يا بيت، ونبعد عن القوقه دي. ايوه وتتكتب باسمي. لا شفت مش انا قلتلك مستخسر فيا حته دار؟ خلاص 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 تتكتب باسمك وخمس فدادين. لا شوفي يا فاطمه، اللي يحب العمده ما يطلبش منه فلوس وما يطلبش منه ارض، ده انا اللي باخد الارض. وهي احسن مني في ايه؟ ها؟ رد عليا يا اخوي، حافظها احسن مني في ايه عشان يتكتب باسمها 150 فدان، وانا اللي ما حلتش قراط وغلباني. ايوه امال ايه؟ نسيت، هي ينفع تكتب خمس فدادين باسم وحدي هتجيب لك حته الواد وبعد كده تطردها في الشوارع؟ ايوه صح امال ايه؟ هي انت بتقولي دي، فهميني بقى، تعالي كده وافهميني كويس. الارض بتاعت حافظها دي بتاعتها هي اصلا اساسا، انا ما اديتلهاش حاجه، ده انا اللي راكب على الارض دي واخدها منها. وبعدين بلاش بقى حكايه تحمل وتولد وتترمي والكلام العبيط ده، ده انت ست الستات وبت البتات وحلاوه الحلويات. اكتب لك الخمس فدادين يا ستي ولا تزعلي. يسلم لي في امك يا توت، يا عمده قلبي وعمده فكري وعمده البلد كلها. ايه ده؟ ايه اللي انا فيه ده؟ ده انت تستاهل تشوف دلع ما شفتهوش قبل كده. وريني يا بنت وريني. انا هوري. وريني يلا. ده عمري اللي عنده الخيل ما يتصاب خيال. اهلا يا حبيبي. عم الشيخ محمود موجود؟ عاوزه ليه؟ عشان انا عايزه في كلمه كده. طب انت مين بقى يا شيخ العرب؟ انا مدولي ابن حمدي العلاف. اتفضل. يعني هو موجود الاول ولا مش موجود؟ ايه؟ ما انا قلت لك اتفضل يا سيدنا الشيخ. ما يجوش ولا يصح ادخل الدار الا اذا كان رجل البيت موجود. هو الشيخ محمود كان علمنا وقال لك ده في الدرس. اوه يا شيخ متولي. تعال اتفضل اتفضل. اتفضل تعال سكه وطريق. الشاي قوامة، شاي معتبر للشيخ متولي. ازاي الحال؟ يلا عاد فرحني. حفظت صم بس انا رحت درس في الجامعة لقيت هناك شيخ تاني كده، شيخ صغير قد اخويا جابر الكبير، ولما شافني قلبي يقول لي تعال اقعد ويا العيال، قمت سايبه وشيلك على دارك. اخ اسمعني عاد يا عم الشيخ متولي، فتح مخك معاي. قالوا ايه؟ الاعتراف بالحق؟ ايه؟ ف
فرض؟ لا، فضيلة. فرض وفضيلة ينفع. وعشان الحج حلو كده أنا راح أعترف بالحج يا ولدي، وأقول لك وأقول لنفسي قبل منك إن الشيخ اللي انت ريته في الجامع ده واستصغرته وقلت ده كد جابر أخوي، ده يا ولدي عنده إعلام واسع، متعلم وقاري كتير، يقدر يفيدك أكتر مني بكتير. الشيخ اللي انت ريته في الجامع ده اسمه الشيخ عيسى يا ولدي. يعني يا حبة عيني لسه داخلين عالجد، تقوم انت يا ابو العيلة تعكنن عليا وتعكنن على روحك باللي ما تتسمى لوبينيا دي؟ ايه؟ احنا مش قلنا فضها سيرك البيت لوبي دي؟ مش خلصنا من الموال دي؟ معلش، ما انت لسه هتشوف ستات وبنات من كل شنكان وميعة وسهوكة من كل حتة. وغلاوتك عندي محد شفته ولا لسه هشوفه املى عيني الا انت يا روي. عيني يا عين، بقيت تعرف تقول كلامي طيب الخواطر اهو. ابتديت اخاف منك قوي يا ابو العيلة، بس تعرف لو عرفت ان انت هتستندل معايا. دي كلام لاني كده استاهل الحرب. أنا بقول نفضها سيرة الموضوع دي وخلينا في المهم. احنا ايه اللي يخلينا نكمل شغل باسم عادل بيه؟ ليه الشغل ما يبقاش باسمنا احنا؟ طول ما الشغل كله باسم عادل بيه محدش يقدر يجي جنبينا ولا يدوس لنا على طرف في اي حاجه تخص شغل عادل بيه او شغلنا مع اي حد تاني. هنستفيد ايه احنا لما الشغل يبقى باسم عادل بيه؟ احنا لازم الشغل يبقى برسمالنا احنا، لحسابنا احنا. انت لساك مش فاهم حاجه يا ابو العيله. طول ما احنا في حماية عادل بيه يبقى المال مالنا، طول ما احنا بنعمله اللي هو عايزه اللي بيطلبه. يعني بصراحة يعني ساعات كده أحس إني زي الأطرش في الزفة. تنوريني كده أطرش في الزفة؟ طب والنعمة اللي خلي البلد دي كلها تحكي وتتحاكى عن أبو العيلة وجه أبو العيلة وقوة أبو العيلة وأبو العيلة سيد الرجال. أنا هقول لك بقى، عادل بيه ده من البعوات الكبيرة قوي من قبل الثورة، هو الوحيد اللي قدر يحتفظ بجزء كبير جدا من الأراضي بتاعته، وكمان عارف يخبي كل فلوسه من عيون الحكومة. ما أقولكش بقى عن علاقاته بالناس العلية وحكومة الثورة، وكمان البشوات اللي كانوا قبل الثورة، يعني تقدر كده تقول يا أخويا إيده طايلة يمين وشمال وشغال في كل حاجة.